مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بميس نانسي بارتنر لشركه نيشن وايد اد ميدل ايست. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ميس نانسي. ثانك يو. اهلا وسهلا لحضوركم اليوم معنا. اهلا وسهلا فيك ميس نانسي. ميس نانسي، حابين نعرف اكتر عن حضرتك، وامتى بداتي تاسيس شركه نيشن وايد؟ اول شيء نيشن وايد العقاريه تاسست تقريبا من 12 سنه، بلشت في ابو ظبي. في عنا 3 فروع في ابو ظبي. انا فرع دبي بلش من سنتين، او على الاحرى سنه و7 اشهر. نعم. طبعا نحن هلا عم نكبر ونطور التكبير. بلشنا اول مكتب، هلا عم نكبر اول مكتب وعم نفتح فروع اكثر حتى بدبي. نعم ما شاء الله. ميس نانسي، حابين نعرف ايه الخدمات اللي بتقدمها نيشن وايد؟ اكيد مثل ما بتعرفي ابتسام، نحن شركه عقاريه، نحن بروكرج كومباني، بنتعامل مع كل المطورين الموجودين بالامارات اكيد وخارج الامارات. نعمل معارض عقاريه، واكيد بنساعد كل الاشخاص اللي بدها تشتري بالامارات على حل وين بدها تشتري. نحن هيدا دورنا الاساسي، نساعد اي مستثمر حابب يشتري باي محل بالامارات، نساعده وندوره على النقاط الاساسيه كرمال وين بده يحط مصاري، المحل الصح، المطور الصح، اكيد هو شو اللي عم يبحث. يمكن هو عم يبحث عن استثمار او عن سكن، نحن بنساعده لحتى نلاقي له الحل، يقدر يوصل للهدف بتاعه. ايه اكيد. ميس نانسي، زي ما حضرتك عارفه، في ظل المنافسه الشديده الموجوده هنا بالامارات، ازاي نيشن وايد قدرت تتميز؟ شوفي، المجال العقاري اليوم صار واسع بدبي. اي شخص بتشوفي عم بيشتغل بتقولي ايه عم يشتغل بالعقارات. يمكن هالمجال صار فيه ناس دارسه عقار ولا مش دارسه او عندها خبره بهالمجال او لا. نحن كالاشخاص اللي بيشتغلوا معنا، اكيد الافراد يلي هي عائله نيشن وايد، بنركز على التدريب المهني قبل ما يبلشوا معنا، هذا الشيء الاساسي. بنركز على المشاريع، اكيد بنعطي دراسه معمق على المشاريع. نعم. على اصول البيع، على المصداقيه، وهدول اهم من اي شيء بالعمل. أكيد. واكيد نحن مش بس البيع العقاري، ولكن نحن بنهتم بعمليه ما بعد المبيع او ما بعد البيع. عشان هيك بنعتبر حالنا فول تيرنكي سولوشن. عندنا البيع، عندنا ما بعد البيع، عندنا كمان الفاسيليتي مانجمنت، البروبرتي مانجمنت. يعني بمجرد ما المستثمر بيشتري من خلال نيشن وايد، نحن بنهتم معه للاخير، حتى ما ضروري يكون اغلبيه المستثمرين مش موجودين بالامارات. نعم. عشان هيك نحن بنساعدهم، نحن المكتب العقاري لهم. نعم اكيد. يعني ما ضروري يكونوا موجودين ولا يهتموا ولا اي شيء، بيسلموا الشركه وانتم اهتموا لنا بكل شيء from A to Z، كانه هم موجودين. نعم ما شاء الله، كثير مميز. ميس نانسي، زي ما حضرتك عارفه هنا في الامارات احنا بافضل بلد بالامارات. نعمه الامن والامان موجوده لكل المستثمرين الموجودين هنا، ازاي بالاخص نعمه الامن والامان قدرت تساعدك ميس نانسي تستثمر هنا بالامارات؟ شوفي، في شغله كثير اساسيه يلي هي المستثمر عاده بهمه بلد امن لحتى يضل ويشارك ويشتري اكثر اكيد، ويكون مرتاح وين عم بحط استثماراته. واكيد بيطلع على شيء معين اللي هو العائد الاستثماري. العائد الاستثماري طالما عم بيطلع بالرقم او عم بيكون ثابت، المستثمر بحس بامان، بحس بثقه. والامارات اكيد عودتنا على الامان من الهيستوري. اذا بدك تطلع على العشرين سنه الماضيه او اللي سبقت، السوق العقاري هو على طلوع. صح بيصير في ايام نزلت، ولكن بيرجع بيطلع السوق العقاري، وهذا بيساعد المستثمر انه انا حاسس بامان، حاسس ان العقار حتى لو نزل شوي رح يرجع يطلع. وهذا الشيء الطبيعي، ينزل سعر العقار يرجع يطلع. نعم. هذا الشيء طبيعي مثل القلب ونبضاته لما بنطلع. نعم. على اتس الايف. نعم. This means it's alive. السوق العقاري قائم عائش، واكيد عم بيتطور مع الوقت. بنشوف من 10 سنين لليوم الاسعار عم تغلى. ليه؟ لانه الارض عم تصغر والعالم عم بيكبر. نعم اكيد. ميس نانسي، حابين نقول للساده المشاهدين عن نظرتك المستقبليه ان شاء الله. شوفي، نحن نظرتنا لشركه نيشن وايد هي توسعيه، مش بس تنكون على صعيد الامارات، ممكن ننطلع على دول اكبر ونكبر، يعني مثل ما بيقولوا تو بيكم انترناشونال. نعم. نحن اوريدي بنعمل
معارض عقارية برا البلد، منسافر منبيع دبي برا دبي، منروح على يوروب، منروح على دول عربية، منروح على الهند، منروح على لندن، منروح على عدة دول لنبيع الإمارات، وأكيد هيدا المشاريع هتتوسع أكثر إضافة لفروع أكبر وأكثر لشركة نيشن وايد. إن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح بالمستقبل ميس نانسي. إن شاء الله. ميس نانسي بالأخير حابين نقول للسادة المشاهدين إزاي يقدروا يتواصلوا مع نيشن وايد. اكيد نحن في عنا مكاتبنا بابو ظبي وبدبي، اكيد رح ينذكروا العناوين عندكم على الشاشه اضافه للارقام، واكيد بنقولكم عنا افضل الخبراء الموجودين من كل اللغات، اكيد بيقدروا يساعدوكم لتلاقوا افضل حلول للاستثمار في الامارات. شكرا لك كثير نانسي، نورتينا بالبرنامج. شكرا لك مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.